يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد في درس بلوغ المرام أن بداية الصيام ونهايته تكون مع جماعة المسلمين. سؤاله: إذا كنت في دولة لا يصومون بناء على رؤية الهلال وإنما على الحساب الفلكي، فماذا أفعل؟ إن كنت ترى الهلال تعمل برؤيتك، إذا كنت ما ترى الهلال تصوم مع المسلمين، تفطر مع المسلمين، الحمد لله، اتقوا الله ما استطعت. نعم.